تفاصيل خطيرة داخل السجن بسبب المغنية بعد خروج واحد السجينة عن الصمت ديالها وكشفات أسرار اللي هي خطيرة وخطيرة جدا ولأول مرة للإدارة. السجينة لفضحات المغنية داخل السجن والسبب لصدم مسؤولين المؤسسة. فبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله لكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله طلبا وليس أمرا. كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. إخواني أخواتي، المغنية الآن اللي هي داخل السجن واللي كتدوز العقوبة ديالها كباقي المدانات، لكن الخبر اللي سمعناه داخل المؤسسة هو شجار اللي وقع بين هذه المغنية وواحد السجينة اللي فضحتها أمام المدير المؤسسة السجنية باستغلال الشهرة ديالها واستعمال المال كرشوة لبعض الحراس أو الحارسات باش يسهلوا عليها استعمال الهاتف، وأن هناك تميز في المعاملة وكذلك الرشاوي والإتاوات اللي كتدفع هاد المغنية لهاد بعض يعني المسؤولين أو الخدامين كحارسات للسجن. فعلى أين هادشي كامل؟ قال لك باش المغنية تحمي راسها من الاعتداء النفسي اللي كتعرض ليه الحمزاوية، خصوصا أنها في البداية كانوا بعض السجينات كيسبوها كيعيروها كيتنمروا عليها وكيقولوا لها انت صاحبة الحساب حمزة موبيبي، انت مولة المصائب، انت شوهتي بالمغرب كله، وزيد وزيد، وهذا شيء أمام أنظار بعض النزيلات. فاليوم إخواني أخواتي، المغنية اللي كتعيش واحد الحالة نفسية صعيبة بسبب هذا التنمر وبسبب هاد المشاكل داخل السجن، بالرغم بعض الأخبار المتداولة كتقول أنه غيتم تنقيلها إلى مؤسسة سجنية أخرى بمدينة الدار البيضاء. فعلى أي المغنية اللي كتعرض لبعض التنمر وبعض المعيور من طرف حد السجين داخل الزنزانة من طرف بعض السجينات، خصوصا واحد السجينة اللي هي مراكشية اللي دائما كتشتكي منها المغنية بسبب هذاك التنمر كما تذكر والسب والشتم، ونعتيها بمولاة الحساب حمزة مومبي. المغنية يعني كتشير الأصابع الاتهام لواحد السجينة اللي في البداية دخولها يعني أول مرة تدخل للسجن كانت واحد العداوة بيناتهم. هاد الشيء إخواني أخواتي باش تعرفوا أن المغنية راه ماشي غير هكاك وجا وكيجي أي واحد كيسبها وكيعيرها، فهي في البداية بعد ما كانوا هداو لها واحد الغطاء يعني من نوع الرافع، وأخبار للدولات يعني مصادر موثوقة واللي قالوا أنه هداو لها واحد المنطة، السيدة شمات الريحة فيها، قالت لك سيدي أنا ما ممكنش ليا نتغطى بشي ملايا يعني فيها واحد الريحة اللي هي كريهة، وهادشي اللي أثار انتباه واستفزاز هاد السجينة المراكشية اللي كدوز على العقوبة 8 سنوات وقالت لها غير 3 سنين وتخرج. فبحكم التجربة ديال هاد السجينة فهي حسات بديك الحقرة وحسات بأنها هاد المغنية راه فوق القانون ومازال كتعنت ومازال يعني كتحاول أنها يعني تبتز هاد السجينات، وهنا فين كان واحد الصراع والشجار ودائما كتطمر عليها وكتسبها وتعيرها، وهادشي اللي خلى أن المغنية طالب ما مرة يعني من مدير مؤسسة أنه تم التنقيل ديالها إلى مؤسسة سجنية أخرى. المغنية الآن اللي كتستافد من الفسحة وكذلك الاستراحة يوميا لمدة ربع ساعة، واللي أصلا قانونيا يعني كتكون واحد الفسحة مرة كل أسبوع، وهذا الشيء اللي خلى بعض السجينات حتى هم يحتجوا على هذه المعاملة وهذا التمييز لهاد المغنية. فأمام هاد الفضائح ديال هاد المغنية داخل مؤسسة سجنية تم التحقيق مع واحد الحارسة ديال السجن اللي كتوصل بعض الإتاوات من المغنية، وهاد الشيء جاء بعد ما فضحاتهم هاد السجينة المشتكية أو المراكشية يعني إلى ما خانت الذاكرة مسمى حادة يعني بنت مسعودة ولا بنت مبارك يعني هاد الاسم واللي كنت يعني طرقت فيه في فيديو سابقة، ربما هاد المراكشية هي اللي شكات بهاد المغنية
للمدير المؤسسة يعني فضحتها، فغير ديرة زوينة يعني أي حاجة راك توصل. راه كاين البركاك داخل الزنازين إخوان أخوات، داخل السجون راه كاين أي واحد يعني تقدر تدور مع غير بشي مسائل يعني بسيطة ووصل لك أخبار اللي تقدر تفاجئك، واللي تقدر يعني يقدر يكون قاسم معك واكل الطعام معك ويمشي يفضحك امام يعني الحارس ديال المؤسسه السجنيه، وهذا الشيء يعني راه معروف داخل السجون المغربيه. فعلى اي هذا المراكشي اللي احتجت على التعامل والتمييز الواضح، فالحمزاويه اللي مازال كتستافد من بعض يعني الخدمات والامتيازات، والاصعب من ذلك هاد الظاهرة لفاجآت بعض السجينات خصوصا اللي معها داخل الزنزانة، والطريقة اللي كتحكم بها هاد المغنية يعني بعض الحارسات السيدة راه كتحكم فيهم يعني اللي بغاتها كيجيبوها لها، وانا فين فضحات راسها. وهاد الشيء اللي مراقش يعني بعض السجينات خصوصا هاد المراكشية اللي يعني كانت واحد فيها الشجاعة باش تمشي عند المدير مؤسسة وتشكي ليه يعني بالمنسوب، وهذا الشيء اللي صدم فعلا المسؤولين داخل المؤسسة السجنية. فعلى اي الغريب في الامر، هذه المغنية اللي طالبت بتغيير السجن الى مؤسسة سجنية اخرى، واختارت يعني مدينة الدار البيضاء لدواعي ان العائلة ديالها كاملة كتسكن بالحي المحمدي، واصلا هي بغات تقرب من الام ديالها وكذلك الاب ديالها واخواتها وحتى الابناء البنات ديالها، راه كلشي انتقل الى مدينه الدار البيضاء. اخواني اخواتي، بخصوص زياره اليوم الجمعه، فبطبيعه الحال الام ديالها وكذلك الاخت ديالها والبنات ديالها اللي كانوا في واحد الزياره مفاجئه لهذه المغنيه، فالام ديالها بطبيعه الحال اخواني اخواتي اللي حضرات ليها واحد طبق الكسكس، واللي اغتنمت المغنية هذه الفرصة باش تقاسم الوجبة مع بعض السجينات وكذلك بعض الحارسات ديال السجن. فعلى اي المغنية اللي هي متابعة في الحساب ديال حمزة مومبيبي واللي مازال يعني كتقاطر ضدها بعض الشكايات مؤخرا، توصلنا بعض الاخبار بخصوص واحد الخياطة اللي كانت فعلا يعني فضحات هذه المغنية وكشفات بعض الحقائق اللي هي خطيره بخصوص تورطها يعني في وفاه ديال الوئام الدهماني. فارتباطا بهذا الموضوع اخواني اخواتي، كاين واحد الدكتور رشيد العمارتي اللي مازال يعني مختفي على الانظار من بعد ما توصل بالتهديدات اللي هي خطيره من طرف هذه العصابه، واللي كان اكد انه عنده يعني بعض الوثائق اللي كتورط المغنيه وأربعة يعني أشخاص اللي عندهم علاقة بهذا الملف. هنا كتظهر هذه الخياطة، هذه الخياطة إخواني إخواتي اللي كانت كتعمل في الإمارات العربية المتحدة، واللي كانت يعني صديقة كذلك لهذه المغنية، وهي أصلا ضمن الحساب أو العصابة ديال حمزة مومبيبي. هذا الحساب حمزة مومبيبي إخواني إخواتي راه ماشي فيه غير المغنية والأخت ديالها وثلاث اشخاص يعني اربع اشخاص اللي هما في المغرب، فهما فيهم يعني من جنسيات كثيره، وهذا الشيء اللي خلاهم انهم يخرجوا مؤخرا بتصريحات اللي هي خطيره وكيضربوا في القضاء المغربي من بين هذه الخياطه اللي كانت كتحاول انها توصل الرساله ديالها يعني للقضاء المغربي المسؤولين انهم ظلموا المغنيه، ولكن في نفس الوقت اخوان اخواتي ضربت عصفورين بحجر، هي راه ورطات وكشفت بطريقة غير مباشرة تورط هذه المغنية في قضية وئام الدهماني الله يرحمه. إخواني أخواتي، إلى حدود هذه الساعة نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش عنا باللايكات ديالكم والبرتاج. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.